قبل اي حاجه احنا عشان نحل دي، قبل ما نحل دي انا يعني السبيد انا حاسس ان هي كتير شويه. دايفرجن افتكر كويسه كده. سبوم بايريت يعني برضو كويسه. فاريشن في الانهيرتنس تمام برضو، ما ضيعش الموجه دي حلو. بس خلوني بس نكمل وبعدين اقول لكم هنضيعها ازاي، عشان حتى لما نضيعها تبقى بانت. طب كده ظريف كده سبون، ودي كده تمام. عايز اعمل هنا سبون تاني، البرتكليه طالعه برتكليه واحده، فمش مش هتملى الدنيا يعني. فانا عايز اقول له تيست واقول له سبون تاني تمام. بس السبون ده انا هعمل رايت كليك على ده بالذات واعمل له تسميه، وهسمي ده فاير تانكس اللي هي السنه النار يعني. الفكره ان انا عايز السبون ده وانس برضو، بس مش ديليت للبيرنت، وعايز يعمل سبون لمثلا 20 بارتكلز او 10 بارتكل، واحده تبقى 10. انهيرتنس ل 100 مش عارف، بس مش متاكد هسيبها ولا لا. هخلي دي 60، والدايفرجن خليه مثلا بتاع 25. لو جينا نبص كده، بص كده النار بقت طالعه ايه زي الكلاسترز، تحس ان هي كتل مع بعضها يعني. لو انا رحت هنا زودت ده خليته 20 بس زياده قوي كده، هن افور يعني، فنخليها 10. لو قلت لده يبقى 60، انا كده ههدي بالظبط، ههدي الدنيا اخليها قريبه من بعضها. انا فعلا عايزها قريبه من بعضها، يمكن هقل كمان عن 60، بحيث تبقى النار قريبه من جسم الخيمه يعني، ما تبقاش اوفر قوي تمام، فتبقى بحاجه زي كده مثلا. كنترول اس، لان كده الواحد هيعيط لو جرى له حاجه. نشوف من هنا تمام اهو بالمنظر ده. اللي مضايقني الانتظام بتاع النار، لسه مضايقني الانتظام بتاع النار. لو احنا جينا نشوف كده اهي، شايفين الموجه دي، هي دي اللي مضايقاني. طب دي تتحل ازاي؟ دي حلها بسيط، مش ده بيبعت لده يعني، ده كده بيبعت لده بارتكلز، البارتكلز اللي بتروح هنا بتطلع بير سكند يعني، من الاخر كل 25 فريم بيطلع 3، فهو هيفضل منتظم. طب ايه المانع لو انا جيت على ده وقمت عامل رايت كليك ابند تيست، قلت له ايج تيست، بدل ما هو بيطلع بانتظام، لا انا هخليك كل مثلا 3 فريمات مع فاريشن فريمين تمام ماشي كده، وبدل ما تاخد من هنا لا هياخد من هنا. اذا انا كده ببعت لده مش بانتظام، فهنلاقي التمويجه دي راحت. ماشي، هنلاقي التمويجه دي راحت. و تعال نخلي الدوتس دي هنخليها لاينز، هتبان اكتر في اللاينز. ممكن اقول له كل مع فاريشن 3 فريمات. جميل جدا تمام. طب نراندوم الموضوع شويه. نراندومه، ما نراندوموش ليه، هو صغير. هنروح هنا وناخد ويند، هنعمل ويند. الويند دي ملهاش اي دور غير انها تعمل تربيلانس، عشان كده في السترينجز انا هخلي السترينجز قليله قوي قوي قوي. انا حتى مش عارف 1 من 10 قليله ولا لا، احنا شغالين على سكيل صغير جدا. هروح لرايت كليك فورس، واحد يقول لي جرت العاده ان الفورس يبقى قبل التست، بس هنا انا هخالف العاده، لان انا عايز الفورس ده يشتغل على نتيجه التست ده تمام، فانا هخليه بعد التست. عايز تجربني بقى قبلها، جرب. وهقول له اد باي ليست وحط لي الويند، يا رب البارتكلز ما تطرش.
والله يعني هو يعني ها يعني لو قلنا 0.007 يعني هنقول زيرو. اللي انا عايزه تربيلانس هقول له، وطبعا السكيل 0.01 عشان يبقى السكيل على البارتكلايه، كل بارتكل تاخد الافكت بتاع الوين. مش عارف هجرب كده، بس اي فرصه خلاص. تربيلانس اخليها مثلا 0.5، يا نهار ازرق 0.01 بس كده انا خدت التربيلانس. اللي انا عايزه بالظبط هو ده اللي انا محتاجه. هناخد دي نخليها دوتس عشان تبقى اوقع بقى، لان اللاينز هتديك احساس فيك شويه، انما دي كده هتديك احساس كويس جدا بالفاير. كويس قوي كده خلص. الاخ ده هنسميها او هنعمل رينيم، وهنسميها فاير تانكس اف بي اس. طنجز ايه؟ فليمز. تمام، دي الفاير فليمز. طب كده الدنيا جميلة جدا. عايز نزود شوية، افتكر ممكن تمام بحيث تبقى بالشكل ده كده حلو. لو عايز بيج سكيل فاير، لا مش هقلل دي عن كده، هقول لكم نعملها ازاي. يعني لو احنا عايزين بيج سكيل بيج سكيل فاير هقول لكم ممكن نعملها ازاي. طيب كده خلصنا او اشتغلنا على ده. انا عايز من دي اطلع الفليمز، اللي مش الفليمز بقى، اطلع النار اللي هتمسك بين البارتكلز وبعضها. تمام، طب دي اطلعها منين؟ من نفس ده على فكره. خلاص رايت كليك ابند تيست وسبون تاني. بس الاول طالما هنعمل سبون ارجع لفريم زيرو. رايت كليك ابند تيست سبون تاني. السبون ده هعمل عليه رايت كليك واقول له رينيم. ده بقى هيبقى الفاير ان بتوين. طب الفاير ان بتوين ده صوته طبعا مش عاوز معاه ويند، بس هعوز سبيد وهعوز ديليت وهعوز الديسبلاي، فدول مؤقتا هاخدهم كده. انا لسه هزود عليه. السبيد احنا قلنا احنا عايزينها ان بتوين، يعني تبقى بين البارتكلز، يبقى السبيد عمرها ما هتبقى لونج، هتبقى على طول راندوم هوريزونتال. ديليت افتكر الديليت هيبقى تمام، الا ما يكون هنقلله شويه عن كده، او مش هقلله هسيبه، بس هعمل حاجه حلوه قوي. اما دي فهناخد دوتس لونها اصفر، وهروح لدي بس ان بتوين. في حاجه انا عايز مش عارف فين افكر. طب نجرب تمام. بس السبيد بزياده، السبيد زياده. الدايفرجن مش عايزه كده، انا عايزه مثلا 5 ولا حاجه. تمام مين؟ ماشي دي حاجه. الحاجه التانيه انا مش عايزه تبقى منتشره قوي كده، فانا هروح هنا واخد دراج. الدراج طبعا نهايته عند 100، فانا هعمل انفينيت اي حاجه ويبدا من انفينيت برضو.
وهنا هقول له مثلا 15 في 15 في 15، قد تكون كبيرة لكن هنشوف. هعمل رايت كليك واقوم قايل له ابند اوبريتور فورس، تمام، ومنطقيا هتبقى بعد السبيد. ارجع هنا اد دراج كنترول اس، مش عارف لو جينا عملنا كده. تمام كده بقت زي ما انتم شايفين قريبه قوي 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 من السيرفس، قريبه جدا من السيرفس، وبقى فيه عندي فاير شغاله كفليمز وعندي فاير تانيه شغال على السيرفس نفسه. النقطه بقى المهمه ان الان بتوين انا ممكن اقول له السبرينج يبقى 2 او 3 بارتكل، 2 كفايه. انهيرتنس تمام، بس انا هعمل فاريشن، تمام. دايفرجن هخليها 10 10 ليه؟ لان السيرفس عندي صغير، ف 20 20 كتيره شويتين يعني. نعمل كده ونشوف. اوب بدا ماكس يعمل سكيب للفريمز، فرايت كليك واقوم قايل له نون ريل تايم، كده عمره ما هيعمل سكيب، هيمشيها فريم فريم. كده الدنيا كويسة جدا 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 للصبح، كويسة جدا كمان. جميل جميل، that is perfect، حلو حلو جدا كمان. دي بقى هنسميها BFS underscore fire fire body، تمام. دي هتبقى الفاير بودي. طيب لو جينا نبص في حاجه هنا، دي اوبشن عايز تعملها اعملها، مش عايز ما تعملهاش. بس شفتوا كل واحده من دول طايره، مع يعني طايره في جاب، في فرق بينها وبين السيرفس. لو حابب تعملها زي ما قلت تعملها، مش حابب ما تعملهاش يعني. فهنعمل رايت كليك هنا على الايفنت بتاعي، هو الفليمز ده مش في دي، رايت كليك وهنعمل هنا ونعمل تيست سبون تاني. بس السبون ده هنعمل رايت كليك وهنعمل رينيم وهنسميه فاير فليمز تريلز. فاير ده هيبقى باي ترافل ديستانس، وهيبقى السبرينج بواحد، انهيرت هيبقى مثلا ب 45 مثلا ولا حاجه، وفاريشن ب 50. هي الفكره انه يبقى زي التريلز ورا البارتكل مش قدام. بالمناسبه طول ما انت سايب الانهيرت دي ب 100 فيما فوق، البارتكل اللي معمول لها سبون هتعدي البارتكلز الاصليه، لو قللت هتبقى وراها، وانا هنا محتاجها انها تبقى وراها ما تعديهاش، تمام. فهتبقى كده اهو، بص دلوقتي ماشي. بس دي بقى كده محتاج يبقى الفاريشن هنا 2 ولا حاجه، لان كده الفليمز هتقع بالظبط، هتعلى مني قوي 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 يعني، انا مش عايزه تعلى قوي. اوف سبرينج هي هنا، ده الستيب سايز على فكره، كل قد ايه مش عارف. لو عملت 0.5 هتبقى الظروف ايه؟ كده بقت احسن كتير، بس السيستم هيتقل قوي، وانا عايز الناس اللي عندها اجهزه الى حد ما قليله تقدر تتابع، تقدر تتابع معايا. فهخليها واحد، همشيها واحد، تمام. وهخلي السبرينج مثلا باتنين يعني، تمام. افتكر الدنيا كده تمام. انهيرت هخليها 20، لان عايزه تنزل تحت البارتكل ما تطلعش، ومش عايز اسيب فرصه انها تطلع فوق بالظبط، مش عايز اسيب فرصه انها تطلع انها تطلع فوق البارتكل. وفاريشن مثلا ب 5 ولا حاجه،
اللي انا بعمله يا جماعه مش قران، جرب جرب زي ما انت عايز كده. افتكر ان انا مش هعمل حاجه في الفاير سيستم كرييشن خالص، افتكر كده الدنيا تمام. نعمل بقى كنترول اس، حان وقت السيف. طيب لو انا عايز اعمل حافه ناريه، يعني ايه حافه ناريه؟ مصطلح ما يعلم بيه الا ربنا اساسا. لو انا عايز اعمل فاير ايدج تمام، يعني مثلا شفت دي داخله كده، شفتوا اللي بيطلعوا دول، عايز اعمل منهم زي فاير بول، يعني تحس ان في زي هنا خط نار ماشي هو بيولع في بقيه الخيمه. يتعمل ازاي؟ ببساطه، هو انا مش محتاج الديبوت ده في حاجه اصلا. ديبوت، ايوه كده ايوه كده، يا سلام ماشي ظريف جدا. تعال نشوف كده البرث من اول فين. اولا دول انا خلاص، دول انا كده مش، يا رب لو يعملوا بس في البي فلو حاجه زي النيوك، ان انت ممكن تعمل مثلا حاجه زي كده جروب مثلا، وتجروب فيه مثلا كام ايفنت بيعملوا حاجه معينه. مش عارف في حاجه زي كده ولا لا، بس ما افتكرش. يعني رايت كليك لاي اوت تشيلدرن، مفيش. يا رب يعملوها. الاخ ده اللي بيطلع لنا كل حاجه، يعني ده اللي هيطلع، اللي مطلع لنا الدنيا كلها تمام. ويمكن انا بس عايز اغير الكالر بتاعه ل كالر يكون غريب، حاجه كده مثلا بالظبط. تمام، او بمعنى تاني هو مش ده اللي مطلع على فكرة، هو ده الاخ ده اللي هو البارتكل ريسيت، لان ده اللي بيتدلت. انا فعلا عايز من ده، يعني انا عايز اللي بيتدلت ده هو اللي يعمل لي الشغل ده. يعني من الاخر هاخد من اللافندي ده. طب ده انا هعمل بيه ايه؟ ده مش شرط اخد، ممكن اخد من السبون على طول. هنعمل سبون تاني، بس المرة دي هقول له ابند نيو بيرث، لا مش بيرث، اوبريتور ايفنت، وعايز سبيد باي سيرفس، ورايت كليك على طول لان هحتاج ديليت. هقوم قايل له ديليت. الديليت هنا هيبقى مثلا بعد 3 او 4، خليهم 3 مع فاريشن 2 ولا حاجه. الاول انا عايز اوريكم، هنا هو ده هو اول مره اجربه اساسا، فهروح هنا السبيد باي سيرفس هيشتغل، الايفنت ده هيشتغل. اوب ما اشتغلش. طيب شيل ده، كنترول زد. بصراحة والله العظيم انا مكسل والله، مكسل اعمل دوبليكيت للايفنت ده، مكسل اعمل دوبليكيت للايفنت ده. طب نحلها ازاي؟ لو عملت حتى شيفت كوبي وجيت عملت كده، مش عارف ما مشيتش صح، او مش مشيت صح، انا حاسس ان في حاجة اتغيرت، وهو العيب الغبي بتاع البي فلو. لازم اشيل الايفنت ده. ده فصل الكونكشن، اسف فصل الكونكشن، فصل الكونكشن ومش عايز يديهوله.
كانت تهيسة من المكسب، انا ما فيش فعلا حاجة حصلت، كل اللي عملته رجعت ورا وطلعت قدام بس. طب اجرب حاجة تانية، هجرب اسبون ده ورايت كليك نيو سبيد باي سيرفس. معاه ديليت تاني، تلاتة فاريشن تو السيرفس بتاعي هيبقى الأخت دي، سب فريم سامبلينج دايفرجن هيبقى مثلا بعشرة ولا حاجة، السبيد هتبقى مثلا ستة فاريشن خمسة، مش عارف. خلي السبون بعد الاج تيست نجرب. هو هيشتغل بس. طب ماشي، سيبونا من ده خالص وهاخده واديه هنا، بس مش ده. مش نافع. طب نوديك فين، نوديك فين؟ انا عايز احصر السبون بتاعي في الجزء ده، في الجزء اللي الجروب سيلكشن ده بيمشي فيه. طيب جروب سيلكشن مطلع من هنا مودي هنا، بعدين طلعين من هنا موديين هنا. طيب احنا لو عملنا نجرب نعمل ماشي تيست سبون، والسبون ده برضو وانس، وهخليه مثلا خمسة ماشي، مية فاريشن مثلا ستين ولا حاجة، والسبون ده يطلع على السبون ده، وده هخليه اي حاجة في اي حاجة. تمام نرجع كده بس، وده يطلع هنا. طب نشوف لو احنا رحنا مش عارف. طيب هاخد دوبليكيت نفسه، هو وودي ده هنا. طب هو الاتنين دول، الاتنين دول فيهم ديليت للبيرنت. طب لو احنا رحنا عملنا كده وقمنا جايين شايلين ده، مفيش ديليت بيرنت بيرنت، اما ده في ديليت بيرنت. والله برضو ما عارف هتمشي ولا لا، بس افتكر هتمشي يعني، افتكر. ايوه بس بس كده زي الفل، كده تمام جدا، كده تمام جدا جدا كده. يبقى انا خدت من هنا اهي الفاير تريلز اللي طالعه دي، هي دي اللي جايه من بنادو من ده. يبقى كده هنعمل رايت كليك هنا على طول واقول له رينيم، وده هنسميه فاير لاين. اما ده سيبه زي ما هو، كده كده احنا عاملينه اصلا عشان يرست. جميل. دول بقى التنت دي هنخليها خمسة فاريشن ثلاثة ولا حاجة،
ديليت مظبوطة، اما دي فهنخليها بتاع 10. انهرت 60، مش عايزة تجري بعيد. ماشي، نشوف كده الدنيا هتبقى ظروفها ايه. لو جينا مشينا بده احنا خدنا بالنا خط النار ده اللي هو ده ده اللي انا بتكلم عليه. طبعا انا عايز اعمل ايه بقى، عايز اروح في السبيد باي سيرفس دي وهقول له فاريشن مثلا ب 40 ولا حاجه، بحيث افكهم عن بعض، هما كلهم كده طالعين فوق بعض. هم كده اتفكوا عن بعض شوية، افتكر كده الدنيا هتبقى مناسبة جدا جدا للي انا عايز اعمله. يبقى كده نعمل رينيم، نروح هنا ونعمل رينيم، هروح اقول له رينيم لده، وده هنسميه فاير لاين جن، صار جنريت. اما دي فدي اللي هتبقى فاير لاين. في حاجة بقى مهمة قوي اتكلم عليها في الثلاث دقايق اللي فاضلين دول، ان في حاجات هتروح للفيوم وحاجات لا. بصوا بقى كده، ده وده مالهمش دعوة بالفيوم من الاخر. ده كده نون، وده هاجي هنا وهقول له نون، وده كمان هاجي هنا وهقول له نون، وده نفس الموضوع. تخيلوا بقى ان ده كله علشان نعمل سيستم فعلا بروفيشنال. هناخد ده وده وده، هما دول اللي هيتعمل لهم سيميوليت في الفيوم، لان كل اللي فاتوا دول كانوا جنريت للثلاثة دول، للفاير لاين والفاير بودي و الفاير فليمز. اشوفكم في المحاضرة اللي جايه.